السلام عليكم. دش أنا في بحر الشهر الماضي والي ولاية قسنطينة. إذا دش أنا مركز تجاري جديد جميل، ويعني من حجم متوسط على كل حال. يعتبر هذا المركز يعني إضافة أكيدة ويحتاجها العائلات القسنطينية، خاصة وأن أمام يعني نقص في مثل هذه الفضاءات التجارية في مدينة القسنطينة، ورغم أنه فيه مشاريع، زوج مشاريع يعني ضخمة، تاع دي زيبر مارشي، تاع دي مول، مول تاع كريستال مول، وكذلك مول آخر سيتي مول، كذلك فيه زوج مشاريع راهي قيد الإنشاء وطالت الأشغال بها. تعرف تأخر كبير، لكن معليش، هذا نرحب بهذا الإضافة كما قلنا تحتاجها العائلات القسنطينية. نخليكم تشوفوا الفيديو هذا، والسلام عليكم.